بلغني ان نصرة اتهمتني في محضر رسمي ان انا اللي ورا حرج مصنعها. بس احنا ما نقدرش نتهمك بحاجه او نحقق معاك هارون بيه. معلوم يا عفيفي باشا، امال هي الحكومه عملت الحصانه لاعضاء المجلس ليه؟ عشان مش كل من هب ودب يتهم اي عضو كده بالباطل، يعني عمال على بطال. ورغم كده انا جيت لك لحد عنديك هنا، لو عايز تسالني اي سؤال انا تحت امرك. ملوش لزوم يا هارون بيه، اما يظهر لنا دليل على حرق المصنع هيبقى ساعتها نبقى نسال ونتهم. يا سلام عليك يا باشا. عندك حق والله، بس انا عايز اقول لجنابك يعني لنصرة دي طول عمرها حطاني في راسها، كل ما بتحصل لها مصيبه ما تلقاش حد في الصفانيه كلها غير ما تتهمناني. ربنا يكرمكم كده وتعتروا على حرق المصنع. انا عايزه تهدى وترتاح وتعرف انها ظلمه.